أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة. وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران والفجر للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد سجلت ضمن عزاء الرئيس الراحل أنور السادات بميدان عابدين في عام 1981. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا
يغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نداولها بين الناس
يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن
لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما
كانوا. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. يا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين
فطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فيقول ربي أكرمن كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ
المطمئنة ترجعي
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله.